لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الناصرة السيد فايز عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد فايز، بداية، هل اتضحت طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران، خاصة في ظل حديث وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تحديد الأهداف التي ربما سيتم استهدافها في إيران خلال الفترة القادمة؟ مساء الخير. نعم، هذا صحيح. يعني الكابينيت والجيش قدم إلى الكابينيت الإسرائيلي، كابينيت الحرب، الأهداف التي يمكن ضربها في إيران، لكن لم ينشر أو لم يتم نشر تفاصيل وما هي هذه الأهداف. طبعا هذه ستبقى سرية إلى حين أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ قصفها أو هجومها على إيران. وكما يعني أعلن وزير الأمن الإسرائيلي أن الضربة ستكون مفاجئة سريعة وقاتلة جدا بالنسبة للإيرانيين. هذا ما قاله وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت. السؤال هو ما هي الأهداف التي طبعا تم تحديدها من قبل الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية الإسرائيلية. يعني إسرائيل تحدثت كثيرا ودائما عن إمكانية قصف المفاعل النووية الإيرانية، وهذه طبعا أحد أماني نتنياهو التي يريدها أن تتحقق، وهي منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية. ونتنياهو حاول منذ أكثر من 15 عاما جر الولايات المتحدة إلى حرب على إيران، وربما هو نجح هذه المرة لأن الجيش الأمريكي إن كانت القاذفات الـF-22 وغيرها قد وصلت إلى إسرائيل، بالإضافة إلى أكثر من 40,000 جندي والسفن الحربية الأمريكية، ووصول أيضا منظومة تاد للدفاعات الجوية لكي تدافع عن إسرائيل. كل هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة فعلا هي ستكون شريكة لإسرائيل في هذه الضربة على إيران من ناحية، ومن ناحية أخرى هي ستقوم بحراسة الأجواء الإسرائيلية بالكامل. طبعا على كل الأحوال، يعني باعتقادي أن طلب الرئيس بايدن بعدم قصف المنشآت النفطية والمفاعل النووية ما هي إلا كذبة جديدة من قبل البيت الأبيض، لأن طبعا نتنياهو يريد قصف المفاعل النووية، وهذه فرصة لن تتكرر بالنسبة لإسرائيل ولبنيامين نتنياهو شخصيا. طب سيد فايز، يعني لو حدثت هذه الضربة وبالفعل استهدف المفاعلات النووية أو المنشآت النفطية، يعني هل سيؤدي ذلك ربما إلى توسيع دائرة إسراء أكثر مما هو الحالي؟ وأيضا كيف تتوقعون الرد الإيراني؟ هل ربما أيضا تقدم إيران على استهداف مفاعل ديمونة مثلا في إسرائيل؟ يعني عمليا إيران أعلنت وبشكل واضح أنها إذا تم طبعا ضرب هذه المواقع الاستراتيجية والحساسة جدا هي سترد بقوة وعنف على إسرائيل. هل ستصل إلى كما قلت حضرتك إلى المفاعل النووية؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن المفاعل النووية الإسرائيلية هي تحرس على مدار الثانية وليس الدقيقة، وهناك من يعتقد أن منظومة الدفاعات الجوية الأمريكية التي وصلت إلى إسرائيل تم نصبها في المنطقة الجنوب لربما بالقرب من ديمونة للدفاع عن المفاعل النووي الإيراني. لكن عمليا يعني إسرائيل طبعا هي سترد على عفوا يعني إيران سترد إذا استهدفت المنشآت الاستراتيجية، لكن إذا وهناك لكن كبير، إذا فعلا إسرائيل لم تستهدف هذه الأماكن فإن إيران ستستوعب الضربة الإسرائيلية إذا كانت فقط وجهت لمناطق عسكرية
محدوده او معروفه. لذلك انا بعتقد انه اذا طبعا الوضع الان ما سيحدث ويعتمد على اسرائيل وما الذي ستفعله وما الذي ستقصفه في ايران. اذا كانت الاماكن الاستراتيجيه باعتقادي ان الرد الايراني سيكون ايضا باستهداف مواقع استراتيجيه اسرائيليه. لكن يعني سيد فايز، يعني ربما الجميع يؤكد أنه لا يريد الحرب، سواء إسرائيل سواء إيران سواء حتى الولايات المتحدة، وبالتالي هل ربما تجرى مفاوضات تحت الطاولة لوضع قواعد أو لهذه الضربات أو حدود للاشتباك لاحتواء هذه الضربات والخروج من هذا المشهد الضبابي في الحقيقة؟ يعني هذا ممكن، يعني أنا لا أستبعد ذلك. لكن كما طبعا نسمع من إسرائيل ومن المسؤولين الإسرائيليين، هذا مستبعد جدا أن يتم التوصل لتفاهمات بين إسرائيل وإيران حول الضربة الإسرائيلية والرد على قصف إسرائيل ب200 من الصواريخ طويلة الأمد. هذا يتوقف على إسرائيل. لكن عمليا يعني والولايات المتحدة لو كانت فعلا هي لا تريد أن التصعيد وتحويل هذه الأزمة الآن إلى حرب شاملة في المنطقة لما أرسلت قواتها إلى المنطقة. باعتقادي أن الولايات المتحدة هي شريكة كاملة لإسرائيل في هذه العملية ضد إيران، كما هي شريكة فيما يحدث في قطاع غزة وأيضا في لبنان. الولايات المتحدة هي شريكة بالكامل لإسرائيل في هذا العدوان على غزة وعلى لبنان، وطبعا هذا سيكون أيضا هذه الشراكة ضد إيران أيضا. طيب سيد فايز، أيضا لو تحدثنا عن العقلية الإسرائيلية، هل ربما هي تسعى بالفعل إلى تحقيق شرق أوسط جديد بالتعاون مع الولايات المتحدة أو برعاية أمريكية بالطبع لتحقيق بعض الأهداف التوسعية لإسرائيل في المنطقة من خلال مثل هذا التصعيد في لبنان، في سوريا، مع إيران، في قطاع غزة، وما نشهده يعني أيضا في اليمن وهذه الغارات التي حدثت مؤخرا للولايات المتحدة في اليمن، هل ترتبط بهذا المشهد أيضا والتمهيد لهذه الضربة في إيران؟ نعم هذا صحيح. يعني عمليا إسرائيل اليوم ما يقوم به بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي في إن كان في لبنان أو في غزة والآن إلى وأيضا في اليمن والآن إلى إيران، أنا على قناعة أن بنيامين نتنياهو هو يريد إعادة الردع القوي والعنيف اتجاه الدول العربية واتجاه ما يسميها هو أعداء إسرائيل، يعني خاصة إيران، سوريا، اليمن، ما يسمى يعني بمحور المقاومة أو المحور المعادي لإسرائيل. لكن يعني باعتقادي أن نتنياهو وبالطبع إسرائيل ما كانت لتفعل ذلك لوحدها لولا الشراكة الأمريكية، لكن هل هذا سيغير وجه الشرق الأوسط؟ باعتقادي لنتنياهو أحلام اليقظة كثيرا، ولكن هذا لن يفيد نتنياهو ولن يكون هناك تغيير في خارطة الشرق الأوسط. إسرائيل ربما ستحتل، هي تحتل الآن قطاع غزة، لكن ماذا ستفعل بقطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب؟ وحتى وإن احتلت جنوب لبنان وبدأوا يتحدثون المنظمات اليمينية الإسرائيلية على الاستيطان في الجنوب اللبناني لأنهم يعتبرونه جزء من أرض إسرائيل الكبرى، لكن هل هذا الاحتلال يعني سيعيد سكان المنطقة الشمالية إلى بيوتهم؟ أنا أعتقد هذا لن يفيد نتنياهو، وفقط يمكن إعادة النازحين الإسرائيليين عن طريق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية.
لأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن صواريخ حزب الله هي طبعا ستصل إلى ما أبعد من تل أبيب، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ووقف إطلاق النار ما زال حزب الله على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها في كان في القيادة العسكرية والسياسية، إلا أنه ما زال يمطر إسرائيل بالصواريخ منذ يعني على مدار الساعة تقريبا منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم، وصافرات الإنذار في كل شمال إسرائيل بدون استثناء. هذا دليل على أن إسرائيل لم تنجح حتى الآن بضرب القوة العسكرية لحزب الله الذي لربما نجح في إعادة طبعا صفوفه واختيار قيادة عسكرية جديدة، لأن في إسرائيل يدعون أنهم قضوا على ثلثي السلاح لحزب الله، لكن يبدو أن هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح، لأن حزب الله ما زال يقصف شمال إسرائيل وأبعد حتى من شمال إسرائيل. كما نذكر يعني المسيرات حزب الله وصلت إلى معسكر لوحدة جولاني وقتل 4 جنود وأصيب أكثر من 70 جنديا. هذا يعني أن قدرات حزب الله ما زالت موجودة وما زالت تحارب إسرائيل، وعلى الرغم من أن إسرائيل تقصف في البقاع وفي الشمال وفي الضاحية الجنوبية وفي قلب بيروت أيضا، لكن هذا كله طبعا لم يؤثر على القوة البنية التحتية العسكرية لحزب الله. بشكرك شكرا جزيلا السيد فايز عباس خبير الشؤون الإسرائيلية، كنت متحدثا إلينا من الناصرة.